ما حكم الاحتفال بعيد الزواج؟ هذا من البدع والضلالات أيضا، احتفال بعيد الزواج. طب وتحتفل بعيد الطلاق إذا طلقت، ولا إيه النظام بالضبط؟ لم يكن الرسول يحتفل بعيد زواج ولا بعيد أم ولا بعيد أب ولا بعيد ميلاد، ولا كل هذه خرافات في شرعنا. الآيات شرعها الله ولم يشرعها البشر. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، إن الله أبدلكم خيرا منه الفطرة والأضحى. فالآيات يشرعها الله لا يشرعها البشر.